مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء، معنا في هذه اللحظات الكابتن سعود فلاتة مهاجم فريق الحاتم. اولا نرحب بك ونبارك لكم التاهل لدور الثمانيه في بطوله المدي. وجه بسم الله الرحمن الرحيم، الله يبارك فيك. والله هذه مجهودات اللاعبين في الملعب، يعني ما قصروا، كنا يد واحده في الملعب والحمد لله. ماذا يعني لكم كفريق الحاتم في اول مشاركه في بطوله المدي تصلون لدور الثمانيه؟ والله اول شيء هذا انجاز، يعني يعتبر للحاتم كاول مشاركه له في بطوله كبيره زي بطوله المدي، وباذن الله حلمنا نوصل النهائي ان شاء الله ما نوقف. هل طموحكم فقط الوصول للمباراه النهائيه ام ابعد من ذلك؟ لا ابعد من ذلك، يعني الحاتم فريق شاب وطموح وكلنا باذن الله يد واحده وباذن الله نوصل النهائي. بالنسبة لمشاركة الفريق في أكثر من بطولة، هل هذا الشيء يؤثر على أداء الفريق بشكل سلبي أم إيجابي؟ لا إحنا عندنا لاعبين كويسين هنا يلعبوا هنا بإذن الله، متعودين على هذه الضغوطات، مو أول مرة نخش بطولتين أو ثلاثة، وبإذن الله قادرين هنا وهناك بحول الله. هل حيكون تركيز الفريق على بطولة المدي أم دوري رابطة مكة أم حيكون في؟ لا إحنا كل مباراة نجي نهائي، يعتبر هنا لعبنا نهائي ننسى إلا هنا ونشوف هناك بإذن الله الربوع بإذن الله إن شاء الله. أتمنى لكم التوفيق. حبيبي يعطيك العافية.